بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك. وصلنا في الحلقة السابقة إلى نهاية الآيات الكريمة التي تقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. وقلنا بأن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم يكون بين الإنسان وخالقه كالإشراك بالله، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ظلم يكون بين الإنسان وأخيه الإنسان بأن يعتدي على حق من إيه؟ من حقوقه، كما قال تعالى: إنما السبيل، أي العقوبة والمؤاخذة، السبيل هنا بمعنى العقوبة والمؤاخذة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وظلم قد يكون بين الإنسان ونفسه بأن يقصر في أداء التكاليف التي كلفه الله تعالى بها، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. بعد ذلك جاءت آيات كريمة هي موضوع حديثنا اليوم، الآية 110 وما بعدها من سورة آل عمران. جاءت آيات تمدح الأمة الإسلامية، تمدح الأمة الإسلامية وتبشرها برضا الله وبالنصر وبالسعادة في الدنيا وفي الآخرة، متى أدت أمرين، متى أدت أمرين: الأمر الأول الإيمان بالله، والأمر الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن إيه؟ عن المنكر. وتبدأ هذه الآيات اللي هي موضوع حديثنا في هذه الحلقة، تبدأ بقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم يقول سبحانه بعد ذلك: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ثم يقول سبحانه: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله
وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الإنسان منا عندما يستمع إلى القرآن الكريم وإلى أسلوبه يحس، صاحب القلب السليم يحس ويزداد إيمانا على إيمانه ويقينا على يقينه بأن هذا الكلام الذي نقرأه ليس من كلام أحد من البشر، وإنما هو كلام من؟ كلام الله. كنتم هنا بمعنى إيه يا أخوانا؟ كنتم خير أمة. كنتم هنا بمعنى وجدتم، أوجدكم الله، أو صرتم خير إيه؟ أمة. وهذه حقيقة ولا ليست حقيقة يا أخوانا؟ حقيقة. في سورة البقرة، وسبق أن فسرنا هذه الآيات، ألم يقل القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لما؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأن رسولها الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إليها، هذا الرسول أيضا هو أفضل إيه؟ الرسل، وهو خاتم الرسل، وجاء بشريعة، هذه الشريعة جامعة لكل محاسن الشرائع السابقة، وأضاف الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة فضائل أخرى لم تكن في الشرائع السابقة. فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الجامعة لكل خير. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وكمله وزينه إلا موضع لبنة منه، فكان الناس يطوفون حول هذا البيت ويقولون: ما أجمل هذا البيت، ما أحسنه، هل وضعت فيه هذه اللبنة لكي يكمل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبي. إذن الأمة الإسلامية بشهادة الله سبحانه وتعالى هي خير أمة أخرجت للناس. فهذه شهادة من الله وبشارة للأمة الإسلامية، يعني وجدتم، أوجدكم الله سبحانه وتعالى وأرسل فيكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء، والذي جاءكم بشريعة، هذه الشريعة هي الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان، وجاءكم بدين لن يقبل الله تعالى دينا سوى، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسبق أن قلنا لسيادتك بأن دين الإسلام ده دين جميع الأنبياء، جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد هو دين إيه؟ الإسلام. سيدنا إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت
رب العالمين، ووصى بها إبراهيم بكلمة التوحيد بنيه ويعقوب، أيضا يعقوب وصى أولاده: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سيدنا نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. حتى فرعون عندما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وردت عليه الملائكة: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن الإسلام ده دين جميع الأنبياء، لأن كل نبي أرسله الله تعالى إلى الناس كانت الكلمة الأولى التي يقولها لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن إذا وجد خلاف في الشرائع يبقى الخلاف ده في الأمور الفرعية، في الأمور إيه؟ الفرعية. لكن الأصول واحدة، الأصول واحدة، الصلاة على كل أمة وعلى كل رسول أرسله الله الصلاة، الزكاة كذلك، الصيام كذلك، الحج كذلك. يبقى هذه الأصول على كل الأنبياء. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ رب اجعلني مقيمة الصلاة. إذن الصلاة كانت على سيدنا إبراهيم وعلى غيره. لكن تسألني واحد منكم، يسألني أو إحدى بناتي تسألني: طب كيف كان يصلي سيدنا إبراهيم؟ بيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة. جوابي: علم ذلك عند الله. لكن المهم عليه الصلاة أو لا عليه. لكن نحن كمسلمين مسؤولين أن نصلي كما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لأنه صلوا كما رأيتموني أصلي. سيدنا يحيى: وأوصاني بالصلاة. وسيدنا عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سيدنا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. إذن العبادات دي على جميع الرسل وعلى جميع الأمم، لكن الكيفية علينا نحن كمسلمين أن نؤدي الصلاة والزكاة والصيام والحج كما جاءت هذه الكيفيات عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو القائل: خذوا عني مناسككم. إذن خيرية هذه الأمة لم تأتي اعتباطا، وإنما الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس، بس بشرطين. الشرط الأول: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وتؤمنون بالله. طب ما هو المعروف وما هو المنكر؟ القرآن يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي وجدتم أو أوجدكم الله سبحانه وتعالى، ومن فضله عليكم أن جعلكم خير إيه؟ أمة. بس بشرطين: تأمرون أنفسكم وغيركم، تأمرون أنفسكم وإيه وغيركم بالمعروف. والمعروف كل قول أو فعل حسنه الشرع وارتضته العقول السليمة، أدي المعروف. الصدق معروف ولا مش معروف؟ معروف. التواضع معروف ولا مش معروف؟ أداء التكاليف معروف ولا مش معروف؟ الإصلاح بين الناس، الكلام الطيب،
كل قول أو فعل أيدته شريعة الإسلام أو أمرت به شريعة الإسلام وارتضته العقول الإنسانية السليمة فهو من باب إيه؟ المعروف. طب والمنكر عكسه، كل قول أو فعل نهى الله سبحانه وتعالى عنه ولم تقبله العقول إيه؟ السليمة، فهو منكر، فهو إيه؟ منكر. هذه معنى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني تأمرون بالخير وتبتعدون عن الشر، تأمرون بالبر وتنهون عن الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى هذا الشرط الأول لتكون الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، يجب عليها لكي تستحق هذه الفضيلة أولا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وثانيا أن تؤمن بالله إيمانا إيه حقا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وحديث سيدنا جبريل، نجد أن سيدنا جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره إيه وشر. إذن خيرية هذه الأمة الإسلامية مقيدة بأمرين، مقيدة بإيه؟ بأمرين. الأمر الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر الثاني الإيمان بالله. ربما واحد منكم أو من بناتي يسأل، طب لما قدم القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ ده الأصل هو الإيمان بالله، مش كده برضه؟ لماذا لم يقل القرآن كنتم خير أمة أخرجت الناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن إيه؟ مش كده؟ قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ قال لك نعم، دي الحكمة من بلاغة القرآن الكريم، كأن القرآن الكريم يريد أن يقول لنا إن الدافع والمقوي للإيمان يأتي عند الأمر بالمعروف والنهي عن إيه؟ عن المنكر. يعني يزداد المؤمن إيمانا عندما يأمر بالمعروف وينهى عن إيه؟ عن المنكر. فكأن الدافع إلى الإيمان القوي هو إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لعن الله اليهود. لما؟ لما؟ لأنهم كانوا لا ينهون أو لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن إيه؟ المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فاستحقوا اللعنة. لما؟ لأنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن إيه؟ عن المنكر. فقدم القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية. لما؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى التزمه الإنسان ازداد إيمانا على إيه؟ وازداد ثباتا على ثباته، وازداد يقينا على يقينه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله،
ثم بعد ذلك يحض القرآن أهل الكتاب على أن يدخلوا في الحق الذي جاءهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. يعني لو أن أهل الكتاب من اليهود ومن غيرهم من النصارى لو آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، ولو آمن أهل الكتاب لكان إيمانهم خيرا لهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي لكان إيمانهم خيرا لهم. ثم يأتي القرآن بأسلوبه الذي يبين حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذبين، فينصف أهل الحق ويخذل أهل الباطل. ينصف: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي لكان إيمانهم خيرا لهم، ولكن أهل الكتاب منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شوف الإنصاف. دايما يا أخوانا أسلوب القرآن الكريم يمتاز بالتحديد، يمتاز بإيه؟ بالتحديد والاحتراس. ما يقولش كل الناس كويسين أو كل الناس وحشين، لا، وإنما يقول: من أحسن فله ثواب إحسانه، ومن أساء فعليه جريمة إيه؟ إساءته. فهنا تجد الإنصاف. منهم، الضمير في منهم يعود إلى مين؟ إلى أهل الكتاب. القرآن بيقول: ولو آمن أهل الكتاب بالرسل وبالرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالحق والذي يعرفونه كما يعرفون إيه؟ مش القرآن بيقول كده؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. مش القرآن؟ وسيدنا عبد الله بن سلام لما استمع إلى هذه الآية قال: والله إني لأعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق أكثر من معرفتي بأن ابني من مائي ومن صلبي. فسيدنا عمر قال له: كيف تقول هذا الكلام؟ قال: نعم، لأن الذي أخبر عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق هو الله، والله لا يكذب، ولا أدري ما تفعل النساء. فسيدنا عمر قبل رأسه: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني لكان إيمانهم خيرا لهم. منهم، يعني من أهل الكتاب، منهم المؤمنون قلة وأكثرهم الفاسقون. شوف، أنصف القرآن من يستحق الإنصاف ومدحهم وذم الكثرة التي انحرفت عن الحق وحسدت الرسول صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله، على ما آتاه الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. بعد ذلك الحديث هنا عن اليهود الذين حاربوا الدعوة الإسلامية بكل وسيلة. واحنا مع سورة العمران، وسورة آل عمران يا اخوانا كما قلنا من السور المدنية، السور المدنية يعني نزلت بعد الهجرة والرسول بالمدينة، يسكن معه بني قينقاع من اليهود وبني النضير من اليهود وبني قريظة من اليهود ويهود خيبر وهكذا. فسلكوا كل المسالك، بني قينقاع الذين أيضا اعتدوا على حرمة امرأة من المسلمين،
بني النضير اللي هم مكروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنجاه الله من مكرهم، بنو قريظة الذين خانوا المسلمين في غزوة الأحزاب عندما أحاط الأحزاب بالمدينة. فالقرآن بيسلي المؤمنين ويبين أن ما حدث بين المسلمين من نزاع ومن حروب بينهم وبين اليهود، النصر في النهاية سيكون لمن؟ للمؤمنين. ولذلك قال الله تعالى لن يضروكم، يعني لن يضركم أعداؤكم أيها المؤمنون، وهم اليهود الذين نزلت في حقهم هذه الآيات الكريمة، إلا أذى، يعني إلا أذى باللسان، لكن لن يضروكم ضررا بليغا يهدم كيانكم، وإنما ضرر بحيث مكر سيء، كلمة سيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا إيه انظرنا، كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك، مش يقولوا السلام. فلما السيدة عائشة قالتهم السلام عليكم أنتم، الرسول كان قال لهم وعليكم. فلما غضبت السيدة عائشة قال لها يا عائشة لا تغضبي، أنا مش قلت لهم قالوا السلام يعني الموت لك، قلت لهم والموت عليكم أنتم أيضا. هذه معنى لن يضروكم إلا إيه هذا، يعني لن يضروكم ضررا بليغا يحطم دولتكم، ولن ينتصروا عليكم في حرب من الحروب متى كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون، لن ينتصروا عليكم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لن يضروكم إلا أذى، أي لن يضركم أعداؤكم من اليهود ومن غيرهم أيها المسلمون متى تمسكتم بعقيدتكم السليمة وأديتم ما كلفكم الله تعالى به إلا ضررا إيه يسيرا. واضح الكلام يا أخوانا؟ أدي معنى لن يضروكم إلا أذى، يعني إلا ضررا يسيرا لن يؤثر فيكم. وإن يقاتلوكم، البشارة الثانية، عدوا معي كم بشارة. البشارة الأولى أنهم إذا أرادوا أن يضروا المؤمنين فلن يضروهم إلا ضررا إيه يسيرا، كأن يقولوا كلمة سيئة. البشارة الثانية وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار لجبنهم ولقوتكم لرضا الله عنكم، ولأن الله سبحانه وتعالى يكره هؤلاء الذين كفروا بالله وكفروا بالرسل عليهم الصلاة والسلام. لن يضروكم إلا أذى. وثانيا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يعني يولوكم ظهورهم. الأدبار يعني عكس الإقبال، يعني الظهور. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، ثم بعد ذلك البشارة الثالثة ثم لا ينصروا. مش بيولوا الأدبار وبعدين يرجعوا عليكم، لا، ثم لا إيه ينصرون. ما هو أحيانا المقاتل قد يتخذ من الخطط ما يجعل الإنسان يعني يظن. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يبقى البشارة الثالثة ثم لا ينصرون. البشارة الرابعة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. الذلة يا أخوانا هوان تأتي أسبابه من الخارج، يعني
أمة تحتل أمة فتذلها، أدي الذلة، أدي معنى قوله تعالى ضربت، يعني ألصقت بهم الذلة أينما ثقفوا، يعني حيثما وجدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا إذا عاهدهم المؤمنون عهدا بعدم القتال فيما إيه بينهم، فعلى المسلمين في هذه الحالة أن يوفوا بإيه بعهوده. فالمراد بحبل الله يعني العهود التي بين المسلمين وبينهم، والتي أمر الله سبحانه وتعالى إيه بها، لأن الوفاء بالعهود من الأمور التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. يبقى نضرب الحبل هنا إيه العهد، إلا بعهد، إلا بحبل يعني إلا بعهد من الله وعهد من الناس. البشارة الرابعة ولا الخامسة، وباءوا بغضب من الله. باءوا بمعنى ايه يا اخوانا؟ رجعوا، يعني رجعوا والله سبحانه وتعالى غاضب عليهم. وضربت عليهم المسكنة. ايه الفرق بين الذلة وبين المسكنة يا اخوانا؟ كما قلنا الذلة هوان تأتي اسبابه من الخارج، يقال رجل ذليل يعني أذله غيره، أذله إيه غيره، لكن المسكنة ده هوان داخلي يملك مئات الملايين وبرضه عنده إيه مسكنة. فالذلة هوان تأتي أسبابه من إيه من الخارج، لكن المسكنة هوان نفسي تراه ذليلا حتى ولو كان معه الآلاف من الأموال. وضربت عليهم المسكنة لما؟ لأسباب، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير إيه حق. ربما واحد يسأل ويقول وهل قتل الأنبياء يكون بحق؟ نقول له لا، بس أراد القرآن أن يبين أنهم لم يقتلوا الأنبياء بأية شبهة، وإنما قتلوهم ظلما وعدوانا. ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك الذي أصابهم من الذلة والمسكنة بما عصوا وكانوا يعتدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.